بسم الله الرحمن الرحيم. انعقدت جلسة التحقيق في الموعد المحدد لها في مقر مجلس الوزراء بتاريخ اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020، واستمرت لأكثر من 5 ساعات و20 دقيقة. كانت الجلسة بين أعضاء المجلس الرئاسي ووزير الداخلية دون وجود أي أطراف أخرى. دارت الأسئلة بشكل أساسي حول المظاهرات الأخيرة وما صاحبها، وقد طرح السادة أعضاء المجلس الرئاسي أسئلة تفصيلية بالخصوص حول المظاهرات وتأمينها واختراقها وأي تجاوزات قد تعرض لها المتظاهرون ودور الداخلية وأجهزة الدولة الأمنية المختلفة في عملية التأمين. تم التأكيد على تماسك وتكامل مؤسسات الدولة الأمنية، وأن كل الأجهزة الأمنية والعسكرية تعمل تحت قيادة المجلس الرئاسي وبالتنسيق فيما بينها. التأكيد على الاستمرار في برنامج دمج واستيعاب وتأهيل القوى الأمنية والعسكرية بما يمكنها من أداء دورها المنوط بها ضمن برنامج التكامل الأمني والدفاعي، تقدير للدور البطولي الذي قامت به للدفاع عن العاصمة والمدن الليبية والذود عن الدولة المدنية. التأكيد على التزام مؤسسات الدولة بممارسة الاختصاصات المحددة لها وفق التشريعات الليبية والتكامل بينها في تلبية احتياجات المواطن. امتثال وزير الداخلية للتحقيق الإداري وفق قرار المجلس الرئاسي رقم 562/2020 يؤكد عمل وزير الداخلية تحت تشريعية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني واحترام ترتيبية الدولة وانضباط مؤسساتها تحت سيادة القانون. شكراً.